وبشأن الانتهاكات الإنسانية التي تحدث ضد متظاهري البصرة، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس، مرحبا بكم. يعني في تقرير للمرصد الأورو متوسطي اتهمتم حكومة العبادي بقتل وتعذيب المتظاهرين، هل وضحتم ذلك من فضلكم أستاذة إيناس؟ نعم، مساء الخير. فعليا نحن كمرصد أورو متوسطي قمنا بتوثيق استخدام السلطات العراقية للقوى المسلطة في التعامل مع المحتجين. لم يقتصر الأمر على فقط الاعتقال وأيضا التعذيب، وإنما أيضا على الإخفاء القسري، وقمنا بمطالبة الحكومة العراقية بوقف هذه الممارسات القمعية تجاه المحتجين على الفور، والتركيز بدلا من ذلك على أداء واجباتها وتلافي التقصير في الخدمات الأساسية التي أصلا تسببت في يعني خروج المتظاهرين إلى الشوارع. يعني فعليا ما تقوم به الآن السلطات العراقية بمواجهة المحتجين هو يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وخاصة عندما نتحدث عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي كفل يعني أو حماية المحتجين في أثناء احتجاجهم وحرية التعبير لهم عبر كافة الوسائل. إذا أننا نجد بأن السلطات العراقية فعليا تقوم ب يعني ممارسات انتقامية، وهناك أيضا استخدام مسلط للقوة كما ذكرت لك، هناك استخدام للرصاص الحي، وهناك العديد من الأشخاص الذين قتلوا. يعني هناك حسب ما تم توثيقه أن هناك 18 شخص على الأقل معظمهم قتل إثر أعيرة نارية أصابتهم بشكل مباشر، فيما جرى اعتقال حوالي 1000 شخص، وايضا يعني هناك العديد منهم تعرضوا للتعذيب والضرب والاهانه من قبل عناصر الامن. يعني هذا الامر كله يدعونا الى النداء الفوري او المطالبه الفوريه للحكومه العراقيه بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الانسان، وعدم يعني الافراط في استخدام القوى او قمع المحتجين ابتداء، وايضا تحسين العمل على تحسين اوضاعهم المعيشيه، لان اوضاعهم المعيشيه فعليا الان هي الأسوأ على الاطلاق. هناك تلوث في مياه الشرب، هذا الامر ادى الى اصابه مئات المواطنين بامراض مختلفه نتيجه التلوث. هناك ايضا انقطاع للكهرباء، وهناك ايضا يعني بطاله متفشيه بين هؤلاء المواطنين خرجوا من اجل محاربه الفساد الذي يسترجي في البلاد، وايضا يعني لم يقوموا باي احتجاجات غير سلميه، كافه احتجاجاتهم سلميه، ولكن يتم مواجهتهم بالرصاص الحي دون وجود اي مبرر لذلك. طيب استاذه ايناس، بالامس قتلت القوات الامنيه المتظاهر مكي ياسر الكعبي، اليوم بحسب الاخبار المتواتره سقوط 6 قتلى من المتظاهرين في محافظه البصره، ايضا هناك احصائيه قديمه يعني تؤكد سقوط 16 قتيلا من المتظاهرين، هناك ايضا 200 من المتظاهرين سقطوا اليوم في مدينه البصره، لكن السؤال المطروح استاذه ايناس، هل ترين ان هناك منهجيه في استهداف المتظاهرين؟ يعني يخشى بأن يكون هذا التصرف ممنهج وأن يكون هذا التصرف متعمد، لأن هذا سيقحم الحكومة العراقية فعليا في يعني مسؤولية ومساءلة دولية كبرى، لأن إذا كان هذا الاستهداف ممنهج ومتعمد من قبل الحكومة العراقية وتعمد القتل بهذه الطريقة، هذا الأمر قد يعتبر جريمة حرب وقد يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي كافة الأشخاص المسؤولين في الحكومة العراقية بما فيهم القادة العسكريين وحتى الجنود هم مساءلون أمام المجتمع الدولي، ويجدر فتح تحقيق عاجل في هذه المسألة وإحالة كل شخص متورط في هذه الجرائم إلى العدالة. هذا من جهة. من جهة أخرى، يعني يعد مسألة قتل المتظاهرين هو بمثابة انتهاك مزدوج، لأن قمع المتظاهرين هو ابتداءً انتهاك على حقهم بالتعبير، ومن ثم قتلهم هذا يعد جريمة لوحدها مستقلة، عدا عن قيام الحكومة العراقية أيضا بقطع الانترنت والاتصالات على عدد من المدن العراقية بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية. هذا الأمر أدى إلى صعوبة التواصل مع هؤلاء الأشخاص الذين لا يزالون يواجهون حتى اليوم عوائق في التواصل عبر شبكة الانترنت، وهذا الأمر يجعلنا نحن أيضا كمنظمات حقوقية من الصعب أن نحصل على المعلومة الدقيقة في على الأرض الآن،
هذا الأمر يستدعي تدخل عاجل من قبل المجتمع الأممي من أجل وقف هذا النزف الدماء الأبرياء بهذه الطريقة. أستاذة إيناس، يعني عمليات القتل التي تطال المتظاهرين، هل تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية؟ نعم، كما ذكرت لك، إذا كان هذا الأمر ممنهج وأيضا متعمد من قبل الحكومة العراقية فهذا يعتبر نعم جريمة ضد الإنسانية، وهو يستوجب العقاب الفوري أيضا لكافة المسؤولين العراقيين والحكومة العراقية بالدرجة الأولى، لأن الحكومة العراقية الآن موجودة لحماية المواطنين وليس لقتلهم. يعني لا يفهم ولا يبرر تصرف الحكومة العراقية بهذا السياق، خاصة عندما نتحدث على أنها قامت بمحاربة أو بشن حرب كاملة من أجل تحت ما يسمى محاربة داعش من أجل حماية المواطنين، والآن تقوم بقتلهم بنفسها. هذا الأمر يتناقض مع الفكرة التي جاءت بها الحكومة العراقية من جراء الحرب على داعش. مسؤولية الحكومة العراقية قائمة في حماية المواطنين، وهي المسؤولة عن حماية وسلامة كل مواطن على أرض العراق اليوم. طيب سيد أستاذ إيناس، كيف يمكن هنا التحرك قانونيا حقوقيا لوقف هذه الانتهاكات وبالتالي معاقبة مرتكبيها؟ يعني ما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع في أن يعني ينال المتظاهرون حقوقهم من الذي انتهك حقوقهم وقتلهم؟ نعم، هذا يستدعي كما ذكرت لك من خلال أيضا التوثيقات التي قمنا بجمعها، هذا يستدعي تدخل دولي من أجل فتح تحقيق محايد وأيضا مستقل لرصد وتوثيق كافة هذه الجرائم، ومن ثم تقديمها إلى مجلس الأمن أو إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح تحقيق فيها، وأيضا إحالة كل شخص متورط في هذه الجرائم إلى العدالة وإنصاف المدنيين. قبل ذلك كله يجب العمل الجاد على إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في الاحتجاج، وأيضا منع الحكومة العراقية من القيام بأي انتهاك يعني آخر أو مستقبلي على هؤلاء المواطنين. العراق الآن ملتزم بمعاهدات وقوانين دولية، ولا بد من أن يلتزم بها على أكمل وجه، وهذا الأمر يتطلب أن لا يقوم بفعل هذه الانتهاكات على المواطنين العراقيين. من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إيناس زايد، شكرا جزيلا لكم.